عقد ياسمين صبري هل هو أغلى عقد بالعالم؟ عقد من الأحجار النفيسة ترتديه ثلاث ممثلات، الأبرز لنا ياسمين صبري لكونها عربية. هل هذا العقد من أغلى المجوهرات في العالم أم الأعناق التي يزينها؟ والذي ظهر منه نسختان فقط، الأولى على عنق الممثلة العالمية ماريا فيليكس، والذي تم تصميمه بطلب منها شخصياً عام 1975، حيث كانت تقوم بتربية تمساحين، ومن شدة ولعها بهم طلبت من داري كارتيه بفرنسا تنفيذ العقد طبق الأصل من التمساح. وصل وزنه إلى أكثر من 120 قيراطاً مرصعاً بأحجار الزمرد والبراينت والذهب الأصفر. ويذكر أنها قامت ببيع عقدين، الأول على شكل ثعبان من تصميم الدار، وهذا العقد الفريد الذي يبلغ 120 قيراطاً مرصعاً بأحجار الزمرد والبراينت والذهب الأصفر، وذلك في 2002 في ظروف غامضة قبل وفاتها. وتمر الأيام وتأتي به النجمة مونيكا بيلوتشي في مهرجان كان 2006 نفس العقد الذي يخطف الأنظار، وهذا أعاد إحياء أذهان الحاضرين لأنه عقد فريد من نوعه وتحفة فنية لا تقدر بثمن. وتظهر الجميلة ياسمين صبري بعد سنوات بنفس التصميم ومن نفس الدار المنفذة، فهل هو نفس العقد أم عقد تم تصميمه للفنان؟ لأنه حتى يتم تقدير قطعة فنية بالندرة والسعر العالي، يجب ألا تكون متعددة النسخ. والجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قامت بوضع سعر تقريبي للعقد عندما تم نشر العقد على وسائل التواصل الاجتماعي. وقامت الدار بشراء العقد من صاحبته الأولى ماريا فيليكس بمبلغ 75 مليون دولار، وتداولت الصحف والمجلات أن هذا العقد هو أغلى عقد في العالم دون الإشارة إلى سعره الحقيقي، بينما تبلغ قيمة العقد بحسب ما أوضحت ياسمين صبري بنفسها أن قيمته قد تبلغ أكثر من 67 مليون دولار أمريكي.